قصة كهربا، خليني اقول لك باختصار شديد عشان انت تبقى برضه فاهم الموضوع كله. لحد اللحظة اللي انا بكلم فيها سيادتك كده، اتحاد الكرة بيقول لك انا ما جاليش حاجة. كل الكلام اللي منتشر على مواقع الانترنت، لحد اللحظة اللي بكلمك فيها اتحاد الكرة بيقول لك احنا ما وصلناش حاجة. لحد اللحظة اللي بكلمك فيها ديت، الكلام المتداول، الاهلي بيقول لك انا كمان ما وصلنيش حاجة. خلاص كده؟ يعني لا 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 اتحاد الكرة بيقول لك انا وصلني حاجة، ولا النادي الاهلي بيقول لك انا وصلني حاجة. ده من خلال مصادرنا، من خلال ما تواصلنا مع الاهلي، ومن خلال ما تواصلنا مع اتحاد الكرة. طب ايه اللي هيحصل في القصه دي في حال ان هذه العقوبه تم اقرارها؟ يحق اللي هي اللي على حسب ما بيتقال انه العقوبه 12 مباراه وغرامه مليون جنيه. في حاله العقوبات دي ما ظهرت، طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل استئناف على العقوبه. طيب تواصلنا برضو مع الناس في لجنه التظلمات، فقال يا جماعه الاستئناف بيوقف العقوبه. قالك قال الاستئناف بيوقف العقوبه. طب سالنا، طب ما هو امام عاشور كان في عقوبه عنده، ليه الاستئناف ما اوقفش العقوبه؟ قال لك اللجنه دي كانت غير اللجنه دي. بقول لك الكلام اللي ايه عشان انت تبقى، انا قلت لك هحط لك كل حاجه قدامك وانت احكم زي ما انت ما شايف. خلاص بشكل خبر يعني. قال لك لا اللجنه دي غير اللجنه دي، واحنا بالنسبه لنا اللي احنا شايفينه من وجهه نظرنا انه في اي حاجه في الدنيا، في اي حكم، في أي الاستئناف بيوقف الايقاف او العقوبه، وبالتالي حق للاعب في حال وصول للاهلي وفي حال وصول لاتحاد الكوره انه يعمل استئناف، وبناء عليها سيتم النظر اليها وتخفيض هذه العقوبه. طيب الناس بيقول لك ايه اصلا بالعقوبه ديت، اصلها ايه؟ طيب وبدات ناس تروح للجنه المسابقات، قال لك لا ده برضو كلامنا مع اتحاد الكوره وكلامنا مع الناس في اللجنه. طب يا جماعه العقوبه دي مش موجوده في لجنه المسابقات، قال لك اصل العقوبه ديت مش نابعه عن اللائحه بتاعت لجنه المسابقات. اذا هي عايده على مين يا جماعه؟ قال لك هي جايه من لائحه لجنه الانضباط. فسالنا الناس بتوع لجنه الانضباط اللي كانوا موجودين قبل كده برئاسه سياده المستشار محمد عبده صالح، فيا فندم القصه ديت، قال لك عندنا لائحه خاصه بالانضباط، بس ما اعلمه وما وضعته بيدي هو انه اقصى حاجه فيها عقوبه نص مليون جنيه. انا كده شرحت لك الموضوع بالكامل كل ده، ومفيش حاجه رسميه وصلت لاي حد، لا لاتحاد الكوره نفسه اللي بيدور على الحاجه ومش لاقيها، ولا بالنسبه للنادي الاهلي لحد اللحظه دي اقول لك على حاجه، ولا حتى كمان بالنسبه للاعيب وصل له اي حاجه. كل دي مصادر احنا تواصلنا معاها خبرين عشان ننقل لحضرتك بالظبط اللي حصل في القصه دي.